بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، متابعة للحلقة السابقة في الكلام على الآيات من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، أي ما يليق ولا يعقل ولا يصح لنبي أن يغل. والغلول هو الأخذ، هو كتمان المغنم وعدم وضعه في الغنائم، كتمان ما يغنمه المجاهد وإخفاؤه وعدم وضعه مع مجموع الغنائم ليجرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى. فمن أخفى شيئا من الغنائم لنفسه فإنه حينئذ يكون غالا. والغلول هو غل الشيء وإخفاؤه، وغل الشيء وإخفاؤه. والواجب على المجاهدين إذا غنم أحد منهم شيئا من أموال الكفار أن يأتي به ويضعه في مجموع الغنائم لتجرى عليه المقاسم الشرعية، ولا يأخذه لنفسه. هذا هو الحكم الشرعي. فإن أخفاه فهذا هو الغلول، أو أخذ من الغنيمة بدون إذن ولي الأمر فهذا أيضا من الغلول. والغلول محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لترتب الوعيد عليه. يكون الغلول في المغانم، ويكون في هدايا العمال الذين يوليهم ولي الأمر على أمر من أمور المسلمين كجباية الزكاة أو غيرها من الأعمال الوظيفية التي يراجعها الناس لقضاء شؤونهم. فإذا أخذ الموظف شيئا من هدايا المراجعين فإن هذا من الغلول، قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. ولما جاء رجل يقال له ابن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن هذا من الغلول. فالموظف الذي يقوم بعمل من أعمال الدولة ويتولى مرفقا من مرافق المجتمع لا يجوز له أن يأخذ الهدايا من الناس، لأن هذا غلول ورشوة، وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. فالغلول عام لكن أصله في المغانم، ويتناول كل ما هو مشترك من بين المسلمين وهو مستحق للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يختص بشيء لنفسه إلا بطريق شرعي.
وإذا كان الغلول بهذه المثابة وهذا القبح وعليه هذا الوعيد فلا يليق بالنبي أن يغل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، قد نزههم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. واختلف في سبب نزول هذه الآية، وما كان لنبي أن يغل، فقيل إن ذلك بسبب أن الذين كانوا على الجبل يوم أحد لما رأوا جمع الغنائم نزلوا من الجبل وقالوا وخشوا أن لأنهم خشوا نزلوا من الجبل لأنهم خشوا أن يختص إخوانهم بالغنائم دونهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركهم على ذلك يختصون بالغنائم، فسمى الله ذلك غلولا لأنه خلاف العدل، خلاف العدل. فمعنى ما كان لنبي أن يغل أي ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخص بغنائم أحد قوما دون قوم من المجاهدين في سبيل الله. هذا أحد الأقوال في سبب نزول هذه الآية. وقيل إنهم في وقعة بدر فقدوا قطيفة أخذوها من العدو، فقدوها فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لنفسه، ويرون أن ذلك جائز للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أخبر أن هذا غير جائز، وأن الرسول لا يليق به أن يعمل هذا العمل. فهم لم يتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ظنوا أنه جائز له. الله جل وعلا بين أن هذا لم يقع لأنه غير جائز للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لو وقع لكان غلولا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله. ثم قال سبحانه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا وعيد شديد في أن من أخذ شيئا من المغانم أو أخذ شيئا من الهدايا وهو من العمال وأخفاه لنفسه فإنه يأتي به يوم القيامة فضيحة له، يحمله على رأسه، قد يكون مالا كثيرا فيأتي به يحمله، قد يكون بهيمة من الإبل أو من البقر أو من الغنم فيأتي بها ولها صوت يسمعه أهل المحشر فضيحة له. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهو وين أخفاه في هذه الدنيا ولم يعلم به الناس فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، بل يأتي به يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يبتعد عن الغلول أيا كان مكانه في المسؤولية، وأن يتنزه عن الغلول، ويعلم أنه وإن خفي في هذه الدنيا أو لم يؤاخذ عليه من قبل المسؤولين فإنه سيأتي به يوم القيامة يحمله فضيحة له بين الخلائق. ثم قال جل وعلا: ثم توفى كل نفس، أي تجزى كل نفس بما كسبت في هذه الدنيا من خير أو شر، وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى، فلا يعاقب بغير جريمة، وإنما يعاقب الناس بذنوبهم وجرائمهم،
ولا يترك شيئا من الأعمال الصالحة لا يجازي عليه صاحبه، بل إنه يضاعف سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا من فضله سبحانه، فهو يجزي سبحانه عباده يوم القيامة على مقتضى العدل وعلى مقتضى الفضل، على مقتضى العدل في العقوبات، فلا يعاقب أحدا بدون ذنب أو يعاقبه أكثر مما يستحق، ولا يضيع لأحد شيئا من الحسنات، بل إنه يحفظه ويجازيه به ويزيده من فضله. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وكرمه ومنه وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.